سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بالجلال والكمال والعظمة والجبروت، حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من ناداه ربه في القرآن بأبلغ نداء وأحسن مقال، فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلاة وسلاما على من قال قائل فيه صلوات ربي وتسليماته عليه: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحن هنا في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى يذكر فيها اسمه، يسبح له فيه بالغدو والآصال رجال. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من مسجد عباد الرحمن بزهراء المعادي، حيث ننقل لحضراتكم ليلة من ليالي الأسبوع الثامن الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف لنشر الوعي الوسطي الإسلامي برعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم آيات القرآن وما أروعها وما أجملها عندما نبدأ بها كل شيء. القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام واليقين. فتعالوا بنا لنتنسم عطر القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمد إمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتنونك تري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هو القرآن الكريم، هو الكلام الذي قال فيه ربي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد إمام في مستهل نقلنا لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نقدمه لحضراتكم من هنا من مسجد عباد الرحمن بمنطقة زهراء المعادي بمدينة القاهرة، حيث الأسبوع الثقافي الثامن الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الإخوة المؤمنون،
عنوان هذا اللقاء المحافظة على النفس البشرية، وأكرم شيء على الله النفس البشرية. ذلك أن القارئ عندما تلا الآن قال: ولقد كرمنا بني آدم، يعني رفعناهم ورقيناهم وجعلنا لهم من السبل ما يعيشون بها بكرامة، كرامة النفس البشرية والحفاظ على النفس البشرية التي جاء الإسلام في أول مقاصده الحفاظ على النفس البشرية. عن هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. ما دعاه عبد مؤمن بصدق أبدا وخاب. سبحانه سبحانه لا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. وأصلي وأسلم على خير من عرف الله، وخير من دعا إلى الله على بصيرة ورشاد ونور. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والأحباب والأتباع إلى يوم الدين وبعد. فانطلاقا من تكريم الله عز وجل للنفس البشرية بأن نفخ الله عز وجل في هذه النفس الروح المتمثلة في آدم عليه السلام، نفخ الله فيها من روحه وسواها بيده، وأسجد لها الملائكة، وأدخل الله هذه النفس وهذه الروح الجنة، واختبر الله عز وجل هذه النفس متمثلة في آدم عليه السلام. كرم الله عز وجل هذه النفس، وشرع الله عز وجل للحفاظ على هذه النفس، وشرع لها أحكاما تحافظ على وجودها واستمرارها في الدنيا. لما خلق الله عز وجل هذه النفس البشرية جعل الله لها وظيفة، وجعل الله لها غاية، وجعل الله لها رسالة. فمن أجل الحفاظ على هذه النفس لكي تؤدي دورها ولكي تؤدي وظيفتها ومهمتها، سخر الله لها الكون والأكوان، وهيأ لها ودبر لها، وجعل لها سياجا آمنا يحميها ويقيها من الاعتداء عليها. فمن وسائل الحفاظ على هذه النفس أيا كانت، من وسائل الحفاظ على هذه النفس، حرم الله عز وجل الجناية عليها. حرم الله النفس البشرية أن تجني على النفس البشرية، وحرم القتل بغير حق. قال الله تعالى في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك حرم الله عز وجل أن تحمل أو أن تشير إلى أي شخص بسلاح أو بحديدة على نية التهديد أو على نية الإخافة، حتى وإن كان على سبيل المزح والهزل. نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأفعال، وهي أن تشير إلى أخيك بحديدة أو بسلاح أو ما شاكل ذلك. كذلك من وسائل الحفاظ على هذه النفس البشرية، نهى الإسلام من الاعتداء المعنوي على النفس البشرية كالغيبة. أنت عندما تغتاب فكأنما تأكل لحم المسلم
كأنما تأكل من لحم أخيك المسلم. ولو نظرنا في سورة الحجرات لوجدنا أنها قد أرست قواعد المجتمع المسلم الآمن المستقر المطمئن. سورة الحجرات جعلتنا أو أمرتنا بألا نأخذ بالظنة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمرتنا ألا يسخر بعضنا من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. عندما تسخر فأنت تؤذي النفس البشرية التي تسخر منها. عندما تغمز أو تلمز أو تهمز أو تطعن في أعراض الناس فأنت تؤذي النفس البشرية. من وسائل الحفاظ على النفس البشرية عدم الاعتداء على الحرمات، عدم التجريح في أعراض الناس. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من دعا إلى الحفاظ على كرامة النفس وعدم امتهان النفس البشرية. لما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أراد أن يضع قواعد وأسس لهذا المجتمع المدني الجديد في المدينة المنورة. فمن أول ما نادى به صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وتبسم صلى الله عليه وسلم التبسم الذي فيه رحمة، ليس تبسم التصنع أو المداهنة أو النفاق، إنما تبسم تبسم الاستمالة لكي يستميل قلوب المخالفين. تبسم لليهود، وتبسم للنصارى، وتبسم لعباد الحجارة الذين يعبدون الأصنام. ظل يتبسم لكل الناس حتى دخلوا في دين الله أفواجا. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي راعى كرامة النفس البشرية، والذي وقف إجلالا وتعظيما لجنازة اليهودي الذي مر من أمامه صلى الله عليه وسلم. كان جالسا فلما رآها تمر من بين يديه انتفض واقفا صلى الله عليه وسلم. فلما سأله الصحابة: يا رسول الله، إنه يهودي، فقال: أليست نفسا؟ أليست نفسا كرمها الله عز وجل وخلقها الله عز وجل ووهبها الله عز وجل الحياة ومنحها ما منحها من نعم ومن فضائل ومن كرائم؟ هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل يريد منا أن نحافظ على أنفسنا وعلى نفوس الآخرين وعلى الأنفس الأخرى التي تعايشنا والتي تحيا معنا على سطح الكرة الأرضية. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع كل البشر. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم وما فيه من مراعاة الصلة بين النفس البشرية والأخرى، لما ذكر الله لنا حوارات الأنبياء مع أقوامهم، كل نبي يحاور قومه ويدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، فكل نبي وصفه القرآن الكريم بأنه أخ لقومه. وإلى عاد أخاهم، طب هل هو أخوهم؟ نعم، أخوهم، أخوهم في الإنسانية، حتى وإن كانوا يختلفون معه في الملة ويختلفون معه في العقيدة ويختلفون معه في الدين، إلا أنه هناك مشترك يجمع بين الأنبياء وبين أقوامهم. وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، إلى آخر الأنبياء. جعل الله عز وجل كل نبي بمثابة الأخ لقومه. وهل هناك من هو أنصح من الأخ؟ وهل هناك من يحرص عليك وعلى هدايتك وعلى صلاحك وعلى نفعك مثل الأخ؟ هذا إن دل
فإنما يدل على أن الله عز وجل جعل النفوس والنفس البشرية فيها مشترك. حتى في سورة النور رب العزة يقول: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي أن الذي تلقي عليه السلام هو جزء منك، هو قطعة منك، لأنه خرج من صلب آدم ونزل من رحم حواء، فالجميع نفس واحدة. فالله عز وجل أيها الأحبة الكرام شرع لهذه النفس البشرية أحكاماً، بل جعل الحفاظ على النفس البشرية من أجل ومن أعظم مقاصد الشريعة، الحفاظ على النفس. فحرم عليك أن تزهق روحك أو روح الآخر. إزهاق النفس الذي يقدم عليه البعض ألا وهو الانتحار حرمه الله، وحرمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في النار، يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. ومن احتسى سما، هذا الوعيد وهذا التهديد لمن يتعجل ولمن يئس من روح الله عز وجل، ولمن أقدم على إزهاق الروح وإخراجها في غير الميعاد والأوان الذي أراده الله عز وجل، وإن كان ذلك قد وافق قدر الله عز وجل. فمن هنا أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل أراد منا أن نحافظ على أنفسنا وأن نراعي الأنفس الأخرى، وألا نجرح مشاعر الآخرين، وألا نقترف ما فيه إساءة للآخرين. فالله عز وجل أمرنا أن نتكاثر وأن نتناسل من أجل استمرار النفس البشرية على سطح الأرض. هذا من الشرائع السماوية، ومن التشريعات، ومن التكاليف الإسلامية التي شرعها الله عز وجل الزواج، لكي يستمر الجنس البشري، لكي يستمر النسل البشري في أداء وظيفته وفي أداء مهمته التي من أجلها خلقه الله عز وجل. فحري بنا أيها الأحبة الكرام أن ننظر إلى النفس البشرية التي جعل الإسلام ارتباط الرجل بالمرأة ميثاقاً غليظاً ورباطاً مقدساً. لماذا؟ لأن بهذا النكاح وبهذا الزواج يستمر النسل البشري وتستمر الحياة على وجه الأرض. هذا الإنسان بنيان الله في الأرض، الله عز وجل يريد له النماء ويريد له البقاء ويريد له الاستمرار، ويريد منه أن يؤدي مهمته التي من أجلها أوجده الله من العدم لكي يستمر ولكي يؤدي الرسالة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح أمرك للأخلاق مرجع، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. فالنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، في هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي تقيمه وزارة الأوقاف هنا في مسجد عباد الرحمن بمنطقة زهراء المعادي. وقد آلت على نفسها وزارة الأوقاف أن تنشر الوعي الوسطي لهذا الدين الحنيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى نوراً في الصدور وفي القلوب، لكي يشع هذا النور في مجتمع يعيش فيه الناس. كان هذا
الأسبوع الثقافي الثامن الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وفيما يتعلق بالنفس الإنسانية وكيف تحاط بسياج من هذا الدين العظيم، يحدثنا فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي، وهو علم من الأعلام، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الحديث ما زال موصولا عن الحفاظ على النفس الإنسانية، ولعل صاحب الصوت الندي الذي نسمعه جميعا في إذاعة القرآن الكريم حين عقب على كلمة زميل العزيز فضيلة الدكتور محمود بالنور، وبين أن هذا المنهج الوسطي الذي تتبعه وزارة الأوقاف المصرية هو سبيل الرئيس لإشاعة هذا النور بين الناس. فدعونا نقول: القرآن الكريم نور نزل من النور على النور بواسطة النور إلى النور. القرآن نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نزل من النور وهو الله، الله نور السماوات والأرض. على النور أي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال المفسرون: إن المقصود بالنور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بواسطة النور أي بواسطة سيدنا جبريل، وجبريل من الملائكة، والملائكة خلقت من النور. إلى النور أي إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالله عز وجل نور، والرسول صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن الكريم نور، والمؤمن نور. فاللهم أتمم لنا نورنا يا رب العالمين. هذا النور الذي أنزله الله عز وجل إلينا، أقصد القرآن الكريم، أودع فيه الله عز وجل مجموعة من الضوابط التي تحفظ على الإنسان حركته الحياتية. يعني حركة حياتية؟ يعني حضرتك بيصدر عنك قول أو فعل أو تصرف أو سلوك أو تعبير أو حتى تفكير، كل ما يصدر عن الإنسان ده بنسميه حركة إيه؟ حركة حياتية. هذه الضوابط التي أودعها الله عز وجل في القرآن الكريم هي التي تسدد هذه الحركة الحياتية، بحيث كل ما يصدر عن الإنسان يأتي موافقاً للفطرة السليمة وموافقاً للمنهج الإلهي، ومن ثم يكون هذا التصرف صانعاً لكل خير، صانعاً لكل جمال. لأن الشرع الشريف كله رحمة، كله نور، كله سمو، كله إنسانية. وهكذا من آنس منا، يعني آنس؟ يعني اتصلت نفسك بهذا الشرع الشريف. طب الشرع كله بيدعو إلى الرحمة والإنسانية والسمو والأخلاق والقيم، حضرتك اتصلت بما يدعو إلى هذه الأمور، يبقى تصرفك هيبقى تصرف فيه أنس، فيه رحمة، فيه نور، فيه جمال، فيه أخلاق، يبقى أنت كده بنسميك في الآخر صاحب أو كريم الأخلاق، شريف الأثر، صح ولا إيه؟ طيب القرآن الكريم بيقول لنا إيه بقى؟ خلي بال حضرتك: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وطبعا سيدنا الدكتور محمود أشار وأنا أسمعه وأتابعه يعني إلى بعض الآيات وإلى بعض الأحاديث التي وردت على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبرز من خلالها بعض هذه السياجات التي تحفظ من خلالها الأنفس. طيب الضوابط اللي ربنا أودعها في القرآن الكريم، ركزوا معايا شوية في العبارات دي، الضوابط دي عبارة عن إيه؟ أوامر ونواهي، صح ولا إيه؟ وده بنسميه الميزان الإلهي في الكون، افعل ولا تفعل، افعل يعني أوامر، لا تفعل يعني إيه؟ نواهي. حلو أوي. هل الأوامر والنواهي التي جاءت في كلام ربنا سبحانه وتعالى تقييد لحركة الإنسان؟
هل الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن الكريم تضييق على الإنسان؟ لا، أمال إيه؟ ده دي قوانين لصيانة الإنسان في الدنيا، وما دام في صيانة في الدنيا بقى في صيانة فين؟ في الآخرة. دي قوانين تصنع بها خيرا وجمالا في الدنيا عشان ينتظرك الخير والجمال فين؟ في الآخرة. أقول لك حاجة، دي بنسميها إيه بقى؟ الحرفية للصنعة الإلهية. ركز في العبارات كويس، أنا عندي صانع وعندي حرفي. الصانع هو الذي يوجد أمرا معدوما، الحرفي هو الذي يقوم بصيانة الصنعة. صح ولا إيه؟ قلنا حاجة غلط، هو ده الحرف. حضرتك صنعة مين؟ من الذي خلق الإنسان وركبه وفي هذه الصورة الكريمة؟ يبقى أنت صنعة مين؟ ربنا. أخذ تعليمات الصنعة منين؟ من صانعها اللي هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. إيه تعليمات الصنعة؟ الأوامر والإيه؟ والنواهي. يجي بقى دورك هنا، أنت دورك الحرفي، عايزين من حضرتك تقوم بصيانة هذه الصنعة من كل ما يؤذيها أو يؤلمها في الدنيا أو فين؟ أو في الآخر. طب عشان أقدر أكون حرفي وأقوم بصيانة الصنعة اللي هو الجسد، أنا أو غيري، أي إنسان، أي نفس إنسانية، من كل ما يؤذيها في الدنيا أو في الآخرة، ما عليك إلا أن تلتزم، افعل ولا تفعل الأوامر والإيه والنواهي. يبقى أدي أول أمر رئيس، الأوامر والنواهي التي أودعها الله عز وجل في كتابه الكريم هي قوانين لصيانة الإنسان منا في الدنيا، ومن ثم صيانته فين؟ في الآخرة. ولذلك تخيل كده حضرتك وانت ماشي في طريق فوجدت لافتة ضخمة عظيمة مكتوبا عليها احذر، انتبه، لا تقترب، هنا حقل ألغام مثلا، يعني يا ترى حضرتك هتقول لا نجرب ونكمل، ولا أول ما تشوف التنبيه إيه اللي هيحصل؟ على طول، صح ولا لا؟ هو هي الأوامر والنواهي عاملة كده بالظبط، لحفظ الإنسان، لصيانة الإيه؟ للإنسان. طيب في حفظ وصيانة ليك في الدنيا، يبقى ده موجود فين؟ في الآخرة. طيب رقم اتنين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا حديث جميل قوي، لا ضرر ولا ايه. انا بحاول اتكلم عن فلسفه الحفاظ على النفس، لان سيدنا الدكتور محمود الكريم يعني وانا اسمعه خلاص يعني هو جاب بعض الامثله في القران وفي الايه وفي السنه، فعلشان يبقى في تكامل بيننا انا بتكلم عن فلسفه الايه، فلسفه الحفاظ على النفس. لا ضرر ولا ضرار. ايه الضرر وايه الضرار؟ يقول لك الضرر انزال الاذى بالنفس، انك تضر ايه؟ نفس. طيب ايه الضرار؟ انزال الاذى بالغير. ولما سيدنا النبي يقول لك لا، شوف لا ده هي كده استغرقت كل، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يكون سببا في إيذاء النفس، سواء أكان هذا الإيذاء نفسيا أم معنويا أم بدنيا أم أي نوع من أنواع الإيذاء. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ده اللي نفهمه منه صلى الله عليه وسلم، يبقى لا أذى بالنفس ولا أذى بالإيه؟ بالغير. صح ولا لا؟ ومن هنا استفاد العلماء قواعد فقهية كتيرة. يقول لحضرتك إيه؟ الضرر إما أن يكون واقعاً وإما أن يكون متوقعاً، فإن كان واقعاً يرفع وإن كان متوقعاً يدفع. إيه اللي إحنا بنقوله ده؟ يعني الضرر ده لو وقع بالفعل تعمل إيه؟ أشيله، برفعه، بزيله. ومن هنا استفاد الفقهاء قاعدة كده اسمها الضرر يزال. صح ولا لا؟ طيب لو الضرر متوقع تعمل ايه؟ يدفع. اللي احنا بنقولها كده بيننا وبين بعض الوقايه خير. هي دي، شوف تخيل دي قاعده فقهيه، بس ايه؟ الضروره تزال بقدر الايه؟ تدفع بقدر الامكان. يبقى خلي بال حضرتك، ادي النهي الوارد على في كلام سيدنا رسول الله استغرق كل اذى، اي اذى تتخيله، نفسي، معنوي، بدني، مالي، كما ايه؟ كما اشرت. طيب هل تتخيل، انتوا عارفين حضراتكم المراه التي دخلت في هره ايه؟ صح ولا لا؟ طب ما بالك بقى اللي بيأذي انسان، يعني دي بس دخلت النار عشان حبست ايه؟ هره، وده حيوان اهو. طب اللي تأذي بقى انسان، فاكرين كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكونوا ثلاثه ها لا يتناجى ايه؟ اثنان، وتسيبوا الثالث اسدها يقص. شوف 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 يعني الحفاظ على مشاعر الانسان. الله، ده جمال، يعني أن تحافظ على مشاعر ووجدان الإنسان، ما بالك بقى اللي بيروع إنسان، اللي بيأذي إنسان بالكلمة أو بآلة أو بغير ذلك. اسمع كده معايا، سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر كان في صحابي اسمه ربيع الأسلمي. اسمه إيه يا جماعة الخير؟ أيوة كده، ربيع الأسلمي بيحكي لنا
فبقول لك كان بيني وبين أبي بكر حوار، كان في بيني وبينه إيه؟ حوار نقاش كده بنتكلم سوا. فقال لي كلمة أثناء الحوار كنت أكرهها. طبعا الرواية ما ذكرتش إيه الكلمة دي، وهي أبعد ما تكون عن معنى الإيذاء. يعني سيدنا أبو بكر ليس عنده قصد ولا تعمد أنه يؤذي مين، هي أصلا كلمة بعيدة عن الإيذاء، ماشي كده. فسيدنا ربيعة يقول لك إيه؟ فتغير وجهي، أنا زعلت. فلما رأى أبو بكر جدبا في وجهي، يعني شاف وشي إيه اتغير كده، فسيدنا أبو بكر حس أنه زعله. طبعا سيدنا أبو بكر ما أصلا لم يقصد أن يزعله ولا أي حاجة خالص. فسيدنا أبو بكر قال له إيه؟ يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. الكلمة اللي أنا مش عارفها اللي هي زعلتك مني، تمام كده، رد نفس الكلمة دي عليا تبقى قصاص عشان نفسي إيه تستريح وانت ما تزعلش. ايه شوف بيحافظوا على بعض ازاي، شوف الرقة والجمال والصحبة والألفة. فسيدنا ربيعة يقول له لا والله لا أفعل، يا ربيعة لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله. الله 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 الله. طب هو راح يشكر النبي عشان عليه الحق ولا ليه الحق؟ شفت شوف سيدنا أبو بكر بيعمل ازاي، خد حقك مني، الكلمه اللي زعلتك دي خد حقك. قول له لا والله لا افعل. يا اتنين من قبيله اسمها اسلم يتابعان الحوار، فيجي الراجل يقول له ايه الاتنين دول؟ يا ربيعه الرجل لا يريد ان يستعلي، يعني الرجل يريد ان تطمئن نفسه، رد عليه الكلمه هي لا تحمل اي معنى من معاني الايذاء. قال لا واياكما ان يسمعكما ابو بكر وانتم تنصرانني علي، فيغضب ابو بكر، فان غضب ابو بكر غضب رسول الله لغضب ابي بكر، وان غضب رسول الله وابو بكر غضب الله لايه؟ لغضبيهما فيهلك ربيعه. كانوا عارفين قيمه سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه. طب سيدنا ابو بكر فين؟ ما هو قال له لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى مين؟ إلى رسول الله. هو في طريقه إلى رسول الله. ذهب سيدنا أبو بكر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار سيدنا رسول الله، وأنتم تدركون العلاقة بين سيدنا أبي بكر وسيدنا رسول الله، صحبة سيدنا أبو بكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي عايزة قصص لوحدها، تمام؟ فيجلس أبو بكر بجوار سيدنا رسول الله ويهمس إليه بكلمات طيبة، ويستمع سيدنا رسول الله إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعد أن انتهى من الكلام رفع رسول الله رأسه. ما لك يا ربيعة؟ لبيك يا رسول الله. ما لك ولأبي بكر؟ قال والله ما صنعت شيئا يا رسول الله، إنما هو حوار كان بيني وبين أبي بكر، فقال لي كلمة كنت أكرهها، فلما رأى جدبا في وجهي قال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، فأبيت والله ما صنعت شيئا يا رسول الله. فتبسم النبي قائلا أحسنت يا ربيعة، لا تردها علي، ولكن قل يغفر الله لأبي بكر. والكلمة ما فيهاش إزاء، ما بالك بقى باللي بيصرف تفكيره وقدراته العقلية وعملياته الفكرية إن هو يبحث عن كلمة تؤذي صديقه ولا صاحبه ولا أخوه. ده مش من الحفاظ على النفس ولا مش من الحفاظ على النفس؟ يبقى علينا أن ندرك الحفاظ على النفس له فلسفة عميقة، غير أننا نكتفي بهذا القدر، فالكلام كثير وفير. ونسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أصفها بهذه الآية القرآنية الكريمة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا كانت هذه الكلمة التي ألقاها علينا فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف في هذا اللقاء الإيماني في الأسبوع الثقافي الثامن الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم أن يقف المرء في ساحة الدعاء والرجاء يسأل ربه الذي قال في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنختتم هذا اللقاء الإيماني بهذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر. أعوذ بالله.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اجهر بالصلاة على سيدنا النبي. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم امواتنا ولا تخيب رجاءنا وقبلنا في الصالحين من عبادك يا أستغفر الله العظيم حياء من الله العظيم من كل ذنب صغير أو عظيم حديث أو قديم بقصد وبغير قصد وأتوب إليه توبة من أقرى فقبلته وندم على ذنبه فأسعدته برضوانك وعظيم حنانك ومنحك وإكرامك يا سليما من الآلاء وحظك مغفورا وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرء فكلك عاد وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوين وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل لي يا عين للناس أعينه وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي أحسن وكم لله تبارك وتعالى وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي تشفي
عبد النبي فكل عبد يغاص إذا تشفع بالنبي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي تشفع بالنبي تصلوا عليه اجهر بالصلاة عليه تشفع بالنبي فكل عبد يغاط إذا تشفع بالنبي ولا تحزن إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر، وكانت ختاما لهذا اللقاء الإيماني في الأسبوع الثامن الثقافي الثامن الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، من هنا من هذا المسجد العامر من مسجد عباد الرحمن بمنطقة زهراء المعادي بمدينة القاهرة. ونشكر لمن ضيفنا في هذا المسجد الشيخ ياسر معروف مدير إدارة أوقاف المعادي والشيخ مصطفى علي سمك إمام وخطيب المسجد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن أشكركم، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.